T13 وميدالية فضية، إضافة إلى مكافأة مالية بقدر 90 مليون سنتيم. الرياضية المتألقة الثانية جلال صافية في اختصاص رفع دفع الجلة، تحصلت على ميدالية ذهبية ورقم عالمي في رمي الجلة يقدر ب 11.29، هي من ولاية باتنة، تتحصل على شهادة تكريم وعرفان ومكافأة مالية قوامها 180 مليون سنتيم. تتقدم الرياضية بوجعدار إسمهان من ولاية قسنطينة عن اختصاص دفع الجلة فئة F33، والتي تحصلت على ذهبية ورقم في الألعاب البارالمبية ب 7.10 متر. يكرمها السيد رئيس الجمهورية شهادة تكريم وعرفان ومكافأة مالية قوامها 180 مليون سنتيم. تتقدم الرياضية المصارعة عبداللاوي شيرين في اختصاص البارا جيدو من الجزائر العاصمة فئة B3 وزن أقل من 52 كيلوغرام، والتي تحصلت على ميدالية ذهبية في هذه الألعاب. يكرمها السيد رئيس الجمهورية بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية قوامها 180 مليون سنتيم. تتقدم الرياضية صيفي نسيمة من الجزائر العاصمة في اختصاص رمي القرص فئة F57، وتحصلت على ميدالية فضية في هذه الألعاب. يكرمها السيد رئيس الجمهورية شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية قوامها 90 مليون سنتيم. يتقدم الرياضي العداء